الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. إذا في هذا الفيديو غادي نحاولوا نديرو التصحيح ديال التمرين كيتعلق بالنظمات، هي المسألة ديال النظمات المختار من امتحان الجهة والجهة تراد في لعهد سنة 2016. إذا أولا حل النظمة التالية، إذا لي عندنا النظمة إكس زائد إيكغيك تساوي 28، ثم عندنا 5 إكس زائد 3 إيكغيك تساوي 90. إذا عندنا باش نحل النظمة كاين ثلاثة ديال الطرق، إما حل مبياني يعني نرسمو تمثيل مبين ديال كل معادلة تمشي كل نقطة فين كيتقاطعو هو الحل، أو لا نستعملو الطريقة ديال التعويض أو الطريقة ديال التأليف الخطية. مثلا غنستعملو طريقة التعويض، طريقة التعويض. إذا هنا لدينا عندنا المعادلة الأولى المعادلة الثانية، نأخذ المعادلة الأولى x زائد y تساوي 28. طريقة التعويض ونحاول نكتبو x بدالة y أو لا y بدالة x. هنا مثلا إلا خدينا دينا اكس للطرف الاخر طول عندنا y تساوي 28 ناقص اكس. دابا y كتساوي 28 ناقص اكس، القيمه ديال y غادي نعوضها في المعادله الثانيه، غادي نعوض y ب 28 ناقص اكس في المعادله الثانيه، يعني في المعادله هذه غنحصل على، اذا الا عوضناها اذا غادي هي 5 اكس ناقص ولا زائد 3 ضارب y، y شحال كيساوي؟ غنعوضه بالقيمه ديال 28 ناقص x تساوي 90. إذا 5 x زائد 3 في 28، إذا 3 ضرب 28 ناقص 3 ضرب x تساوي 90. 3 ضرب 28 إذا 5 x غادي نجيب وحدها، غادي نحسبو 3 في 4 في 8 هي 24، 3 في 2 هي 6 زائد 2 هي 8 ناقص 3 x تساوي 90. إذا 5 x غادي نجيب وحدها ناقص 3 x تساوي 90. غادي نحول على الطرف الاخر نقسم لها ناقص 84، 5 x ناقص 3 x هي 2 x، 90 ناقص 84 هي 6، نقسمو على 2، الطرف الاخر نقسمو على 2، يعطينا x تساوي 3. ثم هنا لنعوض x ب 3 في المعادلة اما 1 اما 2 او لا، هذه الحسبة بحال بحال في المعادلة 1، ونحصل على المعادلة 1 هي x زائد y، نعوض x ب 3، إذا 3 زائد y تساوي 28، إذا y كتساوي 28 ناقص 3، y يساوي 28 ناقص 3 هي 25، إذا y كتساوي 25. إذا حل النظمة، يعني حل النظمة هو الزوج 3 25. ثم السؤال الثاني، عرض بائع الورود باقة ورود مكونة من 28 وردة من صنفين، حيث ثمن الوردة الواحدة من الصنف الأول هو 5 دراهم، ثمن الوردة من الصنف الثاني هو 3 دراهم، كم عدد الورود من كل صنف إذا علمت أن ثمن الباقة هو 90 دراهم؟ إذا عندنا المسألة، هنا المسألة غالبا كتكون مرتبطة بالنظمة، إذا اختيار مجهول، الاختيار مجاهيل. مجاهيل هو السؤال اللي بغينا نجاوبو عليه، هو كم عدد الورود من كل صنف؟ شحال صنف عندنا؟ عندنا 2، الصنف الأول نسموه إكس والصنف الثاني نسموه إيكغيك مثلا، ليكون إكس عدد الورود من الصنف الأول، وإيكغيك عدد الورود من الصنف الثاني. ثم السؤال المرحلة الثانية، صياغة النظمة، على صياغة النظمة لأن عندنا 2 ديال المجاهيل، باش نديرو الحل ديال نلقاو مجهول ضروري خصنا نلقاو 2 ديال المعادلات. إذا عرض بائع الورود باقة الورود مكونة من 28 وردة من صنفين، إذا عندنا باقة ورود مكونة من 28 وردة من صنفين، يعني أن 28 وردة من صنفين، يعني الصنف الأول هو إكس زائد الصنف الثاني اللي هو إيكغيك تساوي 28. ثم قال لك إذا عندنا ثمن الباقة، ثمن الباقة هو 90 درهم. إذا ناخدينا ثمن الباقة، إلا خدينا ثمن الصف الأول فهو 5 دراهم، وثمن الصف الثاني هو 3 ديال الدراهم. هنايا ثمن عدد الورود من الصنف الأول زائد ثمن عدد الورود من الصنف الثاني. إذا شنو غيعطينا؟ ثمن الورود من الصنف الأول شنو هو إكس؟ هو العدد إكس
غادي نضربوه في الثمن ديال الورد من الصف الاول. الثمن الورد من الصف الاول هو 5 زائد ايغريك هو 8 هو عدد الورد من الصف الثاني. شحال هو الثمن ديالو؟ هو 3 ديال دراهم. الثمن ديال الباقه هو 90 درهم. 5 اكس زائد 3 ايغريك تساوي 90، ومنه نضم اللي عندنا هي اكس زائد ايغريك تساوي 28، و 5 اكس زائد 3 ايغريك تساوي 90. وهذه راه هي هذه، وعندنا لقينا من هي من خلال السؤال الأول نجد أن حل النظمة هو الزوج. شحال لقينا فيه؟ إكس اللي كتساوي 3، إذا إكس كتساوي 3 و إيكغيك كتساوي 25. إذا هنا عدد الورود من الصنف الأول هو 3 وردات، وعدد الورود من الصنف الثاني هو 21 وردة. هنا هي التحقق من الحل بالمرحلة الأخيرة، التحقق من الحل. هنا 3 زائد 21، عفوا هنا 25، هنا 25، 3 زائد 25 هي 28 وردة. إذا 3 ديال الوردة ديال الصف الأول إلا زدناها 25 وردة من الصف الثاني كتعطينا 28. هذا هو اللي عندنا هنا 28 وردة. دابا نشوفو الثمن. إذا 5 دراهم نضربوها في الثمن ديال الوردة الأولى اللي هو الصنف الأول هو 3 دراهم، زائد الصنف الثاني اللي هو 25 وردة، غادي نضربوها في 3 ديال الدراهم. شحال كتساوي؟ 3 في 15 5 3 في 5 هي 15، زائد 3 في 5 هي 25، كتبقى 5 حطها في 2، 3 في 2 هي 6، زائد 2 هي 8، 5 زائد 5 هي 0، واحد هنا 3 هنا 75، عفوا 1 زائد 8 هي 1، 7 زائد 1 هي 8، زائد 1 الاحتفال هي 90. بالفعل فعلنا داكشي اللي حسبنا عليه فهو صحيح، وبهذا كنصيغ التصحيح ديال التمرين. السلام عليكم ورحمة الله.